مشروع مسودة قاعدة نواكبه في تطور الأعمال بتاع عدد الدستور إلى مسودة المشروع. المنهج اللي اتبعناه هو أنه مش نقترح دستور جديد، هو اللي صار هو أنه اليوم عندنا مشروع مسودة، عفوا مسودة المشروع لابد أن نقراها ونعمل على تحسينها إن كانت بالإمكان تحسينها. نحب أولا نترك لإيجابية مسودة المشروع سواء كان بالنسبة للدستور 59 أو بالنسبة للمشروع نفسه. وبعد قراءة نقدية أو انتقادية تتناول ثلاثة مسائل، أولا مسائل شكلية، ثم مسائل متعلقة بالمضامين الحقوق والحريات، وأخيرا مسائل أظنها أساسية الحد من الحريات والحد من الحد من الحريات. الإيجابيات أولا، لا شك أنه في الطوطأ في الفترة الثالثة من الطوطأ فما إيجابيات أساسية. كان رصدت في الفترة الثالثة هذه 13 مبدأ، 13 جمهورية، دولة مدنية، سيادة الشعب، وفي هذا تحسين بالنسبة لمشروع المسودة، مشروع المسودة سيادة الشعب مش مذكورة. كانوا يقولوا فقدت الشعب مصدر السلطة. رجعنا إلى سيادة الشعب. التداول السلمي على الحكم، الانتخابات الحرة، الفصل بين السلطات، حتى التنظم، التعددية، حياة الإدارة، الحكم الرشيدة، احترام الإنسان وحرياته، علوية القانون، استقلال القضاء، العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات، وبين كل الفئات والجهات. الفقرة هذه فيها يقع كل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ودولة القانون. جاءت الفقرة هذه دسمة، جاءت الحقوق هذه والمبادئ هذه جاءت بالجملة عمرك. كنا نود أن يقع تجزئة الفقرة لكذا فقرة. فقرة أولى تهم المبادئ التي تمثل أساس الدولة المدنية، الجمهورية التشريعية. الفقرة الثانية تهم أساس النظام السياسي، فصل السلطة، توازنها، تداول على السلطة. وفقرة ثالثة تهم ركائز دولة القانون، احترام علوية القانون، حقوق الإنسان، استقلال القضاء، حياة الإدارة. ربما هذا يوضح أكثر الهدف المرجو من هذه التنصيصات. أضيف أنه من الإيجابيات كذلك أن المبادئ المضمنة في الفقرة هذه وفي كل التوقع لها بموجب الفصل 149 من مسودة المشروع نفس قيمة بقية أحكام الدستور. مع العلم كذلك، لكن هذا تحدث فيه السعياد وطوير جعله السي غرايلي بعد حين، أن الصبغة المدنية للدولة لا يمكن تعديلها، وذلك بموجب الفصل 149 من مشروع مسودة المشروع. الإيجابيات على مستوى المبادئ كذلك. الفصل الثالث أولاً رجعنا إلى أن الشعب هو مصدر، عفواً هو صاحب السيادة. الفصل الخامس المساواة مع إضافة المواطنات. ربما تدارك مش إضافة. وتمييز هذا أمر إيجابي كذلك، التمييز بين ما لم يقع تمييزه فيما قبل في مسودة المشروع ما بين المساواة أمام القانون، المساواة في القانون، عدم وإضافة عدم التمييز. هذا تحسين إيجابي في واضح للنص المسودة. ثم أخيرا أسس تنظيم عمل الإدارة، فصل 14 مبادئ حياة المساواة الشفافية والنزاهة. على مستوى الحقوق والحريات كذلك هناك إضافات إيجابية، حقوق لم تدرج في دستور 59، أذكر منها على سبيل الذكر حقوق المسجونين،
بعض السنين حق تفرع الحق في النفاذ إلى المعلومة، الحريات الأكاديمية إلى غير ذلك، فما إضافات على المستوى النظامي، وإن كان لنا رأي في النظام الأكاديمي في حد ذاتها التنصيص على هذه الحريات أمر إيجابي ولا بد من ذلك. إذن عملنا ما كانش انتقادي، يعني كان ما حاجة إيجابية نقولوها وتو باش نمرق الأشياء اللي نراوها ويظهر لنا أنها سلبية. على مستوى أولا على مستوى الشكل، الدستور هي وجهة البلاد من حيث التنظيم القانوني. اللي حاب يتعرف على نظام دستوري بتاع دولة ونظام سياسي بتاع دولة، أول ما يقرأ بطبيعة الحال مش هيقرأ دستور. تلاقي شكل عنده في أهل الأمور. الشكل مش نتكلم عن الأشياء اللي ما كانش منها، يعني الصياغة بلغة عربية تنقاحة، هذا الخليل لأهل الذكر. لكن اللي يهمني هو المنطق والمنهج. المنطق والمنهج على مستويين، أولاً على مستوى الأبواب، تداخل بين الأبواب مازال موجود، نقص لكن مازال موجود. اثنين على مستوى ترتيب الفصول نفسها داخل باب الحقوق والحريات. أولاً التداخل ما بين الأبواب. على باب يعنى بحقوق والحريات المفروض أن نلقى فيه كل الحقوق والحريات، وبنلقى فيه كامل الحقوق والحريات. بينما نقرا الباب الاول المتعلق بالمبادئ، تلقى عديد من الفصول متعلقه بالحريات والحقوق. الفصل الرابع حريه المعتقد والمفهوم، الفصل الخامس المستويات، الفصل السادس فصل عام فيه اعلان على ان الدوله تضمن الحقوق والحريات. في الفصل السابع فيما يخص حقوق المراه، وهنا فما تكرار لانه نلقى زادات الرجوع الى حقوق المراه في باب الحقوق والحريات. الفصل الثامن الأسرة، الفصل التاسع عن الطفل، وهني كذلك تكرار لأنه في باب الحقوق والحريات باش نلقاو مجددا حقوق الطفل. ثم الشيء الآخر هو أنه نلقاو في الباب الخامس من الدستور اللي هو يهتم بالقضاء وفصل 104 بالذات، نلقاو حقوق الأساسية وهي حقوق التقاضي. نلقاوها في الباب هذايا بينما وحدثت بعض منها حدث من باب الحقوق والحريات وادرجت في هذا الباب. لا اظن انه اذا كان نعمل باب في الحقوق والحريات لابد من ذكر ضمن هذا الباب حق التقاضي على درجتين مع الملاحظه اللي قام بها سي فرحات منذ حين، المساواه امام القضاء اللي هو عنده علاقه بالمساواه بصفه عامه امام القانون وامام القضاء، حق التقاضي وحق الدفاع مع التكرار وفي نفس الفصل 104 ان حق التقاضي على درجتين وعن حق التقاضي وحق الدفاع ثم حق في محاكمة عادلة، هذا كله لابد من إدراجه أظن في باب الحقوق والحريات. ثم في باب الحقوق والحريات نلقى فصل لا علاقة له بالحقوق والحريات بل بواجب، وهو الفصل 35 الذي ينص على واجب أداء الضريبة والتكاليف العامة. ثم ثانيا خلافنا داخل باب الأبواب ترتيب الفصول داخل باب الحقوق والحريات. ترتيب الفصول جاء مضطرب إن لم أقل فوضى. مش نلقاو الحياة، الحرمة الجسدية، الحياة الخاصة، صاحب الجنسية، قرينة البراءة، شخصية العقوبة، الإيقاف، السجن. ثم نمر إلى الأحزاب والنقابات والجمعيات. وبعد هذا الاجتماع والتظاهر. ثم نمر إلى حقوق من نوع آخر، حقوق اجتماعية واقتصادية، العمل، الحق النقابي، النفاذ للمعلومة، التعليم، الحرية الأكاديمية، الصحة، التغذية الاجتماعية، البيئة، الماء، الثقافة. وبعد نرجعوا الحقوق السياسية، الرأي والتعبير، ثم نمر إلى المرأة، ومن المرأة إلى الملكية، إلى الإعاقة، إلى الثقافة، الرياضة والترفيه والسياحة. وآخر فصل نرجع الحقوق السياسية، حق الانتخاب والترشح. يعني ثم اختلاف وكما كانوا بما يقول الفرنسيس انا فونتير على بريفير. لابد من اتباع منهج واحترام منطق في ترتيب الفصول مهما كان، يعني شنو المنهج، لكن لابد ان يكون هنالك منهج واجتناب الخلط بين حريات مختلفه لا من حيث قيمتها بل من حيث الطبيعه لكي يبدو لا يبدو هذا الاعلان الفوضى.
المنهج المتداول في الدساتير المقارنة وفي القانون الدولي هو نبدأ أولا بالتنصيصات العامة. التنصيص الأول هو أن الدولة تتعهد بضمان حقوق الحريات، ثم التنصيص العام الثاني اللي مكانه في هذا الباب هو الفصل المتعلق بالمساواة، وبعد نمشيو للجيل الأول تاع الحقوق، يعني الحقوق المدنية والسياسية وبالذات الحقوق المدنية كلها، ثم نمر إلى الحقوق السياسية كلها، ثم الجيل الثاني يعني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ثم الثقافية، وننتهي إلى الجيل الثالث يعني الحقوق الثقافية. عفوا أظن الترتيب يكون المقترح الثاني على مستوى الشكل هو أن نفصل حرية الإبداع عن حرية الرأي والتعبير وأن نلحقها بالحق في الثقافة، لأن حرية الإبداع عندها خصوصية بالنسبة للتعبير بصفة عامة، هي تعبير من نوع خاص، ولابد أن يكون مجال حريته أوسع من مجال التعبير بصفة عامة حكم طبيعة الإبداع. فصله وإلحاقه بالحق في الثقافة. كذلك أظن فصل الإعلام عن الرأي والتعبير، لو تمشي الرأي والتعبير وبعد عمل فصل مختص فصل مستقل للإعلام مع إضافة فعسه أظن النشر إلى الإعلام والنشر. فيما يخص الفصل الرابع تحدث فيه سعيار موضوحين ونرجع له. الفصل الرابع هو أن الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياة دور العبادة من الدعاية الحزبية. أظن الدعاية الحزبية عن أظن أنه نجم نبقيه على جزء من هذا الفصل في الباب الأول، جزء منه اللي يتعلق بمبدأ متعلق بالدولة راعية راعية، ما نقولش الدين أنا باش ما يكونش لبس للديانات، و ضامنة لحياة دور العبادة عن الدعاية، ونرجعوا دعاية حزبية أو سياسية، نرجعوا في مستوى المظهر، ونرجعوا الفصل اللي كان متعلق بحرية المعتقد، نرجعوه هذا كان موجود في باب الحريات، نرجعوه في باب الحريات، ونعتمدوا الصياغة اللي ذكرها من الحين في عياض، حرية الفكر والضمير والمعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وركز على التكرار هذا بتاع أنه ممارسة الشعائر الدينية هي حرية في حد ذاتها ليس فعلا هي حرية. ما نسيتش حتى نكرروا لأن الحرية مستقلة، حرية ممارسة الشعائر الدينية. فيما يخص المضامين التوطئة ثم المبادئ ثم الحقوق والحرية، التوطئة مانيش نرجع لأنه هذا أظن ولا إشكال لاستعمال عبارة مبادئ حقوق الإنسان واجتناب الإشارة إلى الإعلان العالمي أو إلى الكونية. أنا نقول نجمو من غير ما نستعمل كلمة كونية وما غير ما نستعمل الإعلان العالمي للإنسان يكفي أن نتحدث عن أن تونس دولة تونسية تأسيسا على ثوابت الإسلام وما قصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم والإنسانية والسامة وعلى تعهدات تونس الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان. تعهدات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان هو لا نضيف شيء، هو اللي قاعد نصف قانون الوضعي التونسي وأن تونس ذات ساقط على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. ثم الثوابت، أنا مش أقول عندي مشكلة مع الثوابت لكن نحب نعرف شو هو معنى الثوابت، لأن ثوابت السنة ليست ثوابت الشيعة وليست ثوابت الخوارج، لأن ثوابت المعتزلة
ليست ثوابك أشياء، لأن ثوابك الوهابية ليست ثوابك الملكي. حط ثوابك الإسلام هكذا أظن فضفاض جدا وخطير. نذكر وش يقول سيدنا علي في رده على الخوارج في مسألة التحكيم: القرآن بين دفتي المصحف لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال. ثالثا، عندي احتراز على استعمال عبارة تدافع، مش احتراز أصلي لكن احتراز قوي، التدافع السياسي الاستعارة الجسدية، ما نظنهاش، خاصة أنه تدافع عن نصوص معاني، ندفع معا أو ندفع بعضنا بعض، مش مستعملوا عبارة محاربة، هي التنافس السياسي ومتداول. فيما يخص المبادئ بسرعة، الانتخاب حر ما يكفيش، لازم يكون عام وسري. الفصل الثالث، الفصل الرابع، الدعاية الحزبية لا الدعاية السياسية. خاطر المشكلة مش أنه الإنسان يتكلم في الشأن العام في الجامعة، هذا حاجة عادية، المشكلة هي في كلمة دعاية. الدعاية يعني تجيج الناس، التجيج هذا ما يقعش فقط لصالح الأحزاب، يمكن أن يقع كذلك لصالح التيارات. إذا مسألة المشكلة ما هيش مع أنه هل يمكن أم لا يمكن التحدث بالشكل العام في الجامعة أو في المساجد، بل استعمال المسجد للدعاية. والدعاية ما هيش فقط للأحزاب، وهذا نعرفه. المساواة أمام القانون، يعني إيش كوني فما نقطة قانونية، المساواة أمام القانون ما هيش حق من حقوق المواطن، هي حق من حقوق الإنسان. وبالتالي ما نشغلوا جميع المواطنين متساوون أمام القانون، كل الناس متساوي القانون، سواء كان مواطن ولا مش مواطن. المساواة أمام القانون هي حق القانون الدولي فصل 15، هذا زاد قلناه في الكتاب الأولى باش نعاودوا نقولوا في المسودة هذه، راه ما يجيش الفصل 15 هذا إعلان حرب على القانون الدولي. تجي تقول نحترم المعاهدات ما دامت لا تتعارض مع الدستور، أنت إذا كانت تحترمها على قدر صدقت عليها، وإذا كان صدقت عليها كان عندك واجب احترامها على قدر صدقت عليها، وإذا كان صدقت عليها المفروض أنها مطابقة للدستور. وين فوا صدقت عليها باكتا سانت سيرفانتادا، مبدأ دولي، إذا كان صدقت على معاهدة لابد عليك أن تحترمها، وإلا إذا كان تحب تتخلص منها تتبع الإجراءات تاع القانون الدولي بور لو روتري وإلا بور لا دينونسياسيون دي تريتي. أما مش فقط تقول لن أحترمها، لا، لازم تتبع إجراءات معينة في هذه الصورة. سلحني مش مازال عندي وقت. لا غير في الحقوق والحريات باش نمشي للأساسي. حق التنقل 18 فصل 18 هو حق من حقوق الإنسان كذلك، ماهوش حق من حقوق المواطن. يعني كيف ليبرتي سيركيلاسيون ما تنجمش تمنحها على إنسان، ولا كانش يقولوا في بعض الدول اللي خاصة في دول الخليج اللي باش تنقل من محافظة لمحافظة ولا لازم رخصة. لا، هو حق من حقوق الإنسان. سحب الجنسية لا يكفي، لا يكفي، كان عندنا في الدستور 59 أنه لا يستلزم اللاجئون السياسيون، لابد من إرجاعه، لابد من إرجاعه، كان موجود 59. ثم ما نسلمش مواطنين التوانسة للدول الأجنبية، هذا لابد من ذكره. الدول الأجنبية لو باس اكستراتيلي ناسيونو، عخاطر لجنة روحي مفروض باش نسلموا لمحكمة جزائية دولية ولا جنائية دولية بحكم تعهدات تونس. أما الدولة الأجنبية لا يمكن تسليم التونسيين، وهذا مستقر عليه في القانون الدستوري المقارن، باستثناء يكاد يكون وحيد واستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، عخاطر هما الولايات المتحدة ما يسلموش مواطنين تاعهم. لماذا حذفت سيادة الشعب ووحدة الوطن ونبذ العنف في الفصل المتعلق بالأحزاب السياسية؟ هو
هو حد من الحدود كان نبذ العنف واحترام سيادة الشعب واحترام وحدة الوطن. ما فهمتش علاش طاح على نبذ العنف بينما هو أساسي في عمل الأحزاب والجمعيات والنقابات. أقترح إعادة إدراج بعض كلمات، نعم بعض كلمات بخصوص حجم الحريات. المشكل الأساسي اللي كان عندنا مع دستور 59، اسمح لي سي الحبيب ترمي. لا تو المشكلة الأساسية مع دستور 59 كان أن الحرية ينص عليها في الدستور ثم تسلم إلى السلطة التشريعية اللي يعمل بها لحد وعمل بها لحد. هذا كنا نود هني أن الأمور تتغير تماما في الدستور هذا، لكن مع أنه فما تحسن ما بين المشروع السودة ومسد المشروع غير كافي. التحسن فين جاي؟ الحقوق اللي يمكن الحد منها وقع استمع عبارة مع مساس في جوهر الحق، لكن أظن هذا لا يكفي. أن نقترح حاجة بسيطة ياسر، كون كلوز جينيرال دوليميتاسيون كما فما في دستور أفريقيا الجنوبية، كما فما في سويسرا عندما أظن ألمانيا الفيدرالية، فصل اون كلوز جينيرال دوليميتاسيون، فصل عام يجي في آخر الباب ونحدد فيه الأهداف وشروط التحديد من الحريات، وهي بالأساس شرطان اثنان: أولا التناسب لا بروبورسيوناليتي، وثانيا الضرورة في مجتمع الديمقراطي. أظن أنه هذا ضروري ونخفوا من أكل التلخيصات اللي هي فصل فصل على الحد من الحريات. واني عندي فصل بركة عام وإضافة فقرة من فضلكم نكمل هوني إلى تعليق الحريات، لأنه يعني نعرف حتى في الدستور الحالي من فصل 75 على ما أظن اللي ينص على الإتات ديكسيبسيون الحالة الاستثنائية، الظروف الاستثنائية. أي أما حتى في الظروف الاستثنائية فما حقوق لا يمكن تعليقها، سي لي دغوا انتانجيبل، حقوق التي لا يمكن المساس بها. وهذه أقترح حتى أن ينص المشروع على أنهي الحقوق اللي لا يمكن المساس بها حتى في صورة إعلان حالة استثنائية. شكرا. شكرا على هذه المداخلة. في قضايا كثيرة حول